أهلا بكم مرة أخرى وشكرا لمتابعتكم إيانا على موقع ديلي فوركس، وإليكم تقرير حركة الأسواق لهذا اليوم. الدولار الأمريكي قوي، بينما يعتبر اليورو حاليا أضعف عملة رئيسية على المدى الطويل. يبدو زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي هبوطيا بشكل ضعيف بعد أن أبطل مستوى الدعم القوي السابق عند مستوى 1.814. يبدو زوج الدولار الأمريكي أمام الين الياباني أكثر صعوديا بعد ارتفاع يوم أمس لكسر عدة مستويات مقاومة. زوج جنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي هبوطيا ضعيفا أدنى مستوى 1.2363. شكرا لكم، سوف نعود يوم غد مع آخر تحديثات الأسواق.